السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخميس السعيد على كل طالب ثانوية عامة بيسمعني في اللحظة دي، على كل مجد وصاحب بطولة وهدف وسعي وإصرار للوصول للحلم. دايما بكون سعيد كلما أتيحت لي فرصة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تسمع صوتي في أي مكان أنت موجود فيه، موجود معاك عشان أفكرك وأذكرك وأقولك اطمن، استبشر، تفائل، سلم أمورك كلها لربنا سبحانه وتعالى. أنت مجتهد، مجد، صاحب نية وإصرار وقرار، وربنا سبحانه وتعالى لن يخذلك أبدا. ربنا اللي كان معاك دايما في حياتك، ربنا اللي بيرزقك الخير والهداية واللي رزقك الدين واللي رزقك أهلك اللي بيحبوك والناس الطيبين اللي حواليك واللي يسر وأعانك أن أنت تسمعني في اللحظة دي، مش هيتخلى عنك أبدا في حياتك. ما تسمعش لشيطانك وخوفك وقلقك أنه هو يعطلك في اللحظات دي. تفائل كده، اعرف الحقائق اللي انا هقولك عليها دي. نمرة واحد، الرزق مش بالكلية، الرزق مش بالسنوية. كل ما عليك هو السعي، السعي من اجل ان تكون راضيا عن نفسك. انت بتسعى تعمل عليك، والتوفيق كله بيد ربنا سبحانه وتعالى. مستقبلك وحياتك مش متوقف على المرحلة دي، مستقبلك وحياتك بيد ربنا سبحانه وتعالى، بس هي كلها مراحل احنا بنمر بيها، وزي ما انت هتمر بمرحلة السنوية غيرك مر بيها وانا مريت بيها، لكن مستقبلك كله مش دي المرحلة اللي هتحدده، لكن دي خطوة في طريقك اللي انت ماشي فيه ومكمله. يبقى اهم حاجة في اللحظة دي تطلع من احساس الخوف. طالما انت بتعمل اللي عليك، متفائل وواثق وراضي والديك، بتذاكر ومستبشر، فاعرف ان ربنا دايما معاك وهيعليك. خلي نيتك الخير موجودة جواك، بتعمل اللي عليك، بتسعى. مذاكرتك هي نوع من انواع الجهاد، انت بتجتهد وتجاهد في سبيل الله. جهاد انواع كتيرة، نوع من انواع الجهاد هو مذاكرتك في اللحظة دي، فانت بتجاهد. اعمل عليك بس وكمل. كانت دايما بتبقى في معضلة بالنسبة لي ان انا خايف ان انا بنسى، كنت بذاكر حاجة وبنساه. انت النهاردة اتاحوا ليك فرصة ان انت داخل بالكتاب، ففكرة النسيان، طلعت احساس النسيان ده. كانت اعظم متعة في المذاكرة هي الفهم، فده اللي انا بطلبه منك. كل ما انت بتفهم المعلومة، كل ما انت هتستوعبها اكتر وهتحس نفسك مطمئن، وانت تغوص في اعماق العلم وقيمة المعلومة واحساس المتعة، وانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى في معرفة علومه ومعارفه اللي رزقك الهداية ونور بصيرتك ان انت تتعرف على العلوم دي. ما اسمعش الخوف بقى ان هو يعطلك ويسيطر عليك، وتأكد دايما كده واكتبها قدامك واكتبها على مكتبك. الرزق مش بالسنوية والرزق مش بالكلية، الرزق بالسعي مع الثقة في معية ربنا سبحانه وتعالى. طالما عملت اللي عليك، ربك هيرزقك ويرضيك ويعليك، وبأعلى المناصب هيكرمك ويرضيك. بلاش تقارن نفسك بقى بالناس المحيطين بيك. فكرك بصاحبي اللي كان من ايام ما انا كنت في ثانوية عامة، من شهر 12 ومن شهر 11، ويعني كانت احنا امتحاناتنا برضو في شهر 6، يعني من قبل الامتحانات بست شهور، يقول ان انا خلصت المواد، ويقعد يوترني ويخوفني، وانا اقعد بقى اوتر نفسي واخاف واقول ان انا خلاص مش هوصل، وفي الاخر اجيب اعلى منه. بقول لك ليه المعلومة دي؟ رزقك مكتوب لك، محدش هياخد مكانك. اسعى لحلمك، وما تبصش على الناس المحيطين بيك، وما تقارنش نفسك بحد. انت مش في معركة، انت مش في صراع، انت مش في تحدي عشان تكسبه. انت بتسعى وتجتهد، والمطلوب منك في اللحظة دي انك تعمل اللي عليك. فهتقول لي طب انا ايه اللي مفروض اعمله؟ مش معليك حاجة ان انت تذاكر بس، اهم حاجة ان انت ما تهربش، اهم حاجة ان انت ما تكسلش، اهم حاجة ان انت ما تضيعش اي يوم من غير ما تستفاد. ولو انت حسيت ان الرسالة دي فرجت معك وصلها لاصحابك، ولو انت حابب ان احنا كل يوم يكون لينا رسالة نجدد بيها الحماس والامل جواك، ذكرني، شجعني ان انا اكون دايما موجود معاك. دايما كلنا بنحب التشجيع عشان نكون موجودين مع بعض، نشد بعض لاحلامنا واهدافنا وطموحاتنا. فانا بكون سعيد ان انت بتسمعني وان رسالتي دي وصلت لك، واتمنى ان انت توصل رسالتي دي لاصحابك وطمن بيها نفسك. وباذن الله كل يوم هنعمل خطه مع بعضينا للمذاكره، خطه مع بعضينا للاجتهاد، خطه مع بعضينا للسعي، خطه مع بعضينا للاطمئنان وبث الثقه والراحه النفسيه. وباذن الله في يوم من الايام هتوصلوا. الشده يا ابطال، ربنا دايما معاكم، سهرتكم سعيدة. كان معاكم دكتور محمد عامر كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.